أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، نتناول في أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية التي تناولت الشأن اليمني. وكالة الثاني من ديسمبر طلعتنا بالعناوين التالية: وفاة طفل تكشف معاناة أسر موظفي الكهرباء الذين صادرت الميليشيا مرتباتهم. ميليشيا الحوثي تحتجز رئيس جامعة البيضاء وتختطف مدير مكتبه. اختطفت عناصر تابعة لنائب عميد كلية العلوم الإدارية برداه مدير مكتب رئيس جامعة البيضاء واقتادته إلى مكان مجهول بعد يومين من احتجاز رئيس الجامعة مع عدد من الأساتذة. وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة تابعة للقيادي الحوثي المدعو جبر الهجري أبو فاروق اختطفت الثلاثاء مدير مكتب رئيس جامعة البيضاء صدام العرشي وبحوزته وثائق ومقتنيات خاصة بالجامعة ونقلته إلى جهة مجهولة. وأضافت المصادر أن اختطاف العرشي بتوجيه من مشرف الحوثيين بالجامعة المدعو محمد العزي أبو طه وهو من أبناء محافظة صعدة. وكان مدير مكتب رئيس الجامعة صدام العرشي قد ضبط القيادي الحوثي أبو طه محمد العزي قبل عدة أيام متلبسا في عملية غش، فقام بتحرير محضر غش ورفعه إلى إدارة الامتحانات لتنتشر حادثة الغش في أوساط جميع طلاب وطالبات الجامعة. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: تقارير مغرضة من بيروت داعمة للحوثيين بضغط من حزب الله. التحالف يستعد لتحرير تعز من أربع جبهات. بدأ التحالف العربي لدعم الشرعية والجيش الوطني التحرك على أربع جبهات متزامنة في الشريجة والقبيطة في لحج والصل والوازعية العقمة في تعز للزحف نحو محافظة تعز المحاصرة، وذلك بمساندة فاعلة من طيران التحالف الذي استهدف مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية. مصادرة أسلحة حوثية بالحديدة وغارات التحالف في صعدة. قطع خطوط الإمداد الحوثية بين ثلاث مديريات بالحديدة والعمالقة يتقدمون باتجاه زبيدة. التحالف يحشد قوات ضخمة للسيطرة على الحديدة. التحالف العربي يدمر منصة إطلاق صواريخ بالستية في صعدة. نيوز يمن طالعتنا بالعناوين التالية: كلمة طارق صالح تخطف الأضواء مجددا وإشادات واسعة بما حملته من رسائل وطنية وأبعاد قومية. توافق أمريكي إماراتي على دعم الجهود الأممية للتوصل لحل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: فرار لمجاميع ميليشيا الحوثي من جبهة الجوف واستنفار أمني لملاحقتهم بصنعاء. فر العشرات من مجاميع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال اليومين الماضيين صوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر أمني لوكالة خبر إن العشرات من ميليشيا الحوثي الذين كانوا يقاتلون في جبهة الجوف فروا من الجبهة وانسحبوا إلى العاصمة صنعاء. وأوضح المصدر أن الميليشيا أصدرت تعميماً أمنياً لكافة نقاطها العسكرية ومراكزها الأمنية بتتبع الفارين وإلقاء القبض عليهم. وأكد المصدر أن مقاتلي الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات يفرون منها ويعودون إلى قراهم بالتزامن مع عزوف كله لانضمام أي مجاميع جديدة. ميليشيا الحوثي تنهب سيارة ومعدات ثقيلة تابعة لمديرية أمانة العاصمة. محلل سياسي لخبر: اختراقات لمكاتب الأمم المتحدة وعمل استخباراتي إيراني قطري لتزيين الحوثيين. الخارجية الأمريكية: واشنطن تقف ضد أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة. إفشال محاولة تقدم لميليشيا الحوثي نحو مواقع القوات الحكومية أسفل نقيل الصلو بتعز. عدن الغد أوردت العنوان التالي: قوات التحالف تواصل حشد قواتها للساحل الغربي ومراقبون يتوقعون خطة جديدة للسيطرة على مدينة الحديدة. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: السفير آل الجابر أكد أن الدعم سيشمل تأهيل مستشفيات وكوادر طبية. استعداد سعودي لتنفيذ مشروعات صحية في اليمن. قال: مسألة تحرير الحديدة مسألة وقت واليمن عربي وليس فارسيا أو تركيا. طارق صالح يدعو في عدن إلى طرد الحوثيين في صنعاء. الفرنسي ماروك يغادر السجن الحوثي بعد عامين ونصف من التعذيب. المقاومة المشتركة تمشط ما بعد التحيتة وتتجه إلى زبيدة. وفي مقال للدكتور عبد الرحمن أحمد ناجي تحت عنوان قراءته الأولية لما تناولته كلمة العميد الركن طارق صالح، قال فيها:
تماما كما كان اليمنيون يتابعون بوجدانهم بشغف كل كلمة للرئيس الشهيد الصالح ليستمدوا منها قوتهم وعزيمتهم. صاروا اليوم وهم في قمة الإحباط واليأس يتطلعون لأي كلمات تخرج من فم العميد طارق صالح لتضخ في أوردتهم وشرايينهم طوفانا متجددا من الأمل بقرب الوصول ليوم الخلاص من عصابة الكهنوت البغيض التي حرمتهم عن سابق إصرار وترصد من زعيمهم ورمز وطنهم العظيم، حينما امتدت أيديهم الآثمة أيادي الغدر والعمالة والخيانة إلى جسده الطاهر لتصعد روحه لبارئها لتنطفئ مشاعر الفرحة والاستبشار التي كانت تسيطر عليهم مع كل إطلالة له، والتي كانت تعيد السكينة والطمأنينة إلى قلوبهم وعقولهم المثخنة بجراح الوطن الذي ما زال ينزف منذ مطلع عام النكبة 2011. ها هم اليمنيون اليوم على موعد جديد مع جذوة أمل دفاقة تشيعها فيهم كلمات الرمز الوطني الذي أبى إلا أن يسير على نهج وخطى الزعيم الراحل، مفضلا هو الآخر البقاء في وطنه وبين مواطنيه بعد أن تماثل بفضل الله لشفاء من جراحه التي أصابته أثناء خوضه معركة الدفاع عن رمز اليمن العظيم، ليحمل على عاتقه وليقود بروحه وجسده. وبالرغم من وجود عدد من أفراد أسرته في قبضة هذه العصابة الإجرامية، معركة الخلاص الوطني من هذه الشردمة الباغية تنفيذا لوصايا الشهيد الصالح، وليتنفس كل اليمنيين الصعداء بعد أن ينجح الأبطال الميامين في تسطير ملحمة الانتصار المبارك وطي صفحة من يدعون امتلاكهم وحدهم الحق الإلهي في الحكم للأبد. مجددا تحدث القائد العميد الركن طارق صالح للدفعة الأولى من المدنيين الذين تقاطروا من كل حدب وصوب للالتحاق بقوات المقاومة الوطنية في استجابة سريعة ومثلة لدعوته الكريمة التي أطلقها في كلمته الأولى لزملائهم العسكريين الذين سبقوهم، وتقرر ضمهم بعد اكتمال إعادة تأهيلهم وضمان جاهزيتهم وتدريبهم وتسليحهم لميدان المعركة في جبهات الشرف والعزة والصمود. ويضع العميد طارق في خطابه اليوم المزيد من النقاط على الحروف ليطمئن كل الممسكين على قلوبهم خوفا وهلعا وقلقا مما روجته العصابة الكهنوتية ومن يساندهم، ويدعم استمرار بقائهم عبر امبراطورياتهم الإعلامية عن وهم توقف معركة الحديدة لأسباب سياسية كما يدعون، وليهدئ من روع أبناء الساحل الغربي تحديدا وأبناء اليمن قاطبة، فيؤكد أن معركة تخليص مدينة الحديدة من سطوة وجبروت هذه العصابة المجرمة صارت في حكم المنتهية. ويزيد على ذلك بالقول إن القوات المشتركة باتت تستكمل استعداداتها لما بعد تحرير الحديدة. وليعيد قائد المقاومة الوطنية التأكيد على فشل عصابة الكهنوت في الحشد الشعبي المحلي، وأن من أهم مؤشرات ودلائل ذلك الفشل هو استنجادهم بنظرائهم في العراق ولبنان لعلهم يدفعون عنها أو يؤجلون نهايتها التي باتت بعون الله محتومة. فاليمن لن تتبع إيران التي أشار إليها باسمها التاريخي المعروف فارس، ولا تركيا التي أشار إليها هي الأخرى بالباب العالي في اسطنبول. وفي لفتة ذكية وإشارة مهمة بدأ العميد طارق خطابه بالترحيب بالأبطال الحاضرين أمامه في مدينة عدن الباسلة، موجها تحية الإجلال والإكبار لأبناء عدن الذين وصفهم بالأبطال الذين كان لهم السبق في طرد عصابة الكهنوت وتحرير محافظة عدن ومن كامل تراب المحافظات الجنوبية من ركسها الشيطاني، مثمنا تثمينا عاليا دور المرأة في معركة تطهير عدن وباقي محافظات الجنوب من هذه العصابة، مذكرا بأنه مثلما حملت النساء البندقية ضد المستعمر البريطاني من قبل حملنها مجددا ضد عصابة الكهنوت. ولعلها التقاطة في غاية الأهمية، ربما أراد من خلالها أن يبعث الحماسة في قلوب النساء في محافظات الشمال وتذكيرهن بأنه يقع على عاتقهن أيضا دور وواجب مماثل في معركة الخلاص الوطني من حيث يتواجدن. سوف نناقش في محورنا لهذا اليوم أو محاورنا عدة مواضيع، منها تواصل القوات المشتركة لحشد قواتها إلى الساحل الغربي، حيث شهدت معدات وآليات عسكرية تغادر القاعدة العسكرية في المخاب تجاه الحديدة طول الأيام الماضية، وميليشيا الحوثي تحتجز رئيس جامعة البيضاء وتختطف مدير مكتبه استمرارا في انتهاكاتها المتعددة. سوف يكون معنا في الاستوديو الأستاذ وليد المشرعي الصحفي، ومعنا عبر الهاتف المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري. نبقى مع فاصل ثم نعود. أولا لا يوجد شيء اسمه صحافة في صنعاء وفي المناطق التي تستمر عليها الحوثيون. أغلب اليمنيون وأغلب الصحفيون والناشطون في هذه المناطق يا إما مختطفين يا إما هاربين وهم خارج مناطق سيطرة الحوثيين،
منهم من خرج خارج اليمن، منهم من هو متواجد في مناطق سيطرة الشرعية. هؤلاء جميعهم خرجوا، المواقع الإلكترونية جميعها تم حجبها، الصحف تم مصادرتها وإيقاف إصدارها، لا يصدر الآن إلا الصحف المحسوبة على الميليشيات الإيرانية الحوثية والصحف والمواقع التابعة لإيران، قناة العالم، قناة الميادين، بالإضافة إلى قناة المرر التابعة لحزب الله الإرهابي. هذا كله يؤكد بشيء ما لدى مجال الشك بأن هذه الجماعة لا يمكن أن تتعايش مع حرية الصحافة، لا يمكن أن تتعايش مع الإعلام، لا يمكن أن تتعايش مع الحقيقة، لأنها تريد أن تحجب وتحاصر اليمنيين في هذه المناطق. أستاذ وليد، ميليشيا الحوثي تحتجز رئيس جامعة البيضاء وتختطف مدير مكتبه، إضافة إلى استمرار الانتهاكات بحق القياديين سواء في المؤتمر الشعبي العام أو من الإعلاميين وحتى الناشطين في الفيسبوك، ما هو تعليقك؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. ثانيا بالنسبة لهذه الواقعة، نعم، فهي تضاف إلى سلسلة أو مسلسل الانتهاكات الحوثية لكافة مناحي الحياة في اليمن، والحقوق والحريات والقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والأرضية انتهكتها هذه الجماعة، نعم، في سبيل توطيد حكمها وفي سبيل إرضاء غرور وعنجهية القائمين بشأنها. فالهجوم الأخير على جامعة البيضاء إنما يأتي ضمن هذه السلسلة، فهم لا يحترمون الحياة الأكاديمية بمجملها. نعم. هذه المرة وصلت إلى أروقة الجامعة، ومن قبل وصلت إلى المساجد وإلى كل مكان يتخيله المرء، ويحدث ذلك للأسف وسط صمت دولي عالمي بدعوى وجود حرب أهلية تحت أي تخرصات. نعم. الصمت الدولي مريب جدا حول هذه المسائل والانتهاكات الحوثية التي باتت ملء السمع والآذان والأبصار. نعم. ما هي قراءتك لكلمة العميد طارق صالح التي خطفت الأضواء مجددا، وهناك إشادات واسعة بما حملته من رسائل وطنية وأبعاد قومية؟ كانت كلمة ضافية في مدلولاتها. نعم. وفي مضامينها، ومن بين مدلولاتها أن المكان التي ألقيت فيه هي من مدينة عدن الوحدوية، المدينة عدن التي ستبقى عاصمة اقتصادية لليمن الموحد من أقصاه إلى أقصاه. فالمكان بحد ذاته يعتبر رسالة لكل من في نفسه مرض، ولكل الحاقدين، ولكل من يحاول أن يستغل أو يستثمر القضية الجنوبية لمصلحته الخاصة. نعم. سيادة العميد جميل، نعم، أنتقل إليك. القوات المشتركة تستعد لتحرير مدينة تعز من 4 جبهات الآن كخطوة ثانية، ما هي قراءتك لهذا؟ بكل طبعا ونرحب بكم جميعا، واعتقد ان الان بالنسبه لجبهه تعز، نعم، هي من اهم الجبهات التي انا تحدثت كثيرا عن اهميه تحريرها، كونها تعتبر هي نقطه انطلاق ومرتكز وقاعده لتحرير جميع مديريات الساحل المتبقيه بالنسبه لمدينه الحديده، او ايضا تعمل كظهر لحماية كل القوات المتقدمة في المناطق الساحلية التي يحاول العدو استراقها بين الحين والآخر. إذا تم تحرير مدينة تعز وتم تحريرها بشكل كامل، أعتقد أننا سيكون هناك الانطلاق من عدة محاور من تعز في اتجاه تحرير كل مدن اليمنية، انطلاقا باتجاه إب أو اتجاه أيضا الساحل. ووصول القوات إلى مشارف مدينة إب بعد تحرير تعز سيشكل خطر كبير على تلك الميليشيات التي تعمل من داخل إب على الانتشار في كل الجبهات، في جبهات الضالع، في جبهات الساحل، في قطع الإمدادات القادمة من ذمار، في يعني سيكون لها أهمية استراتيجية كبرى، وستكون هي نقطة الانطلاق الرئيسية لتحرير كل الأراضي اليمنية من داخل مدينة تعز. نعم. نعم. الآن معركة الحديدة الآن على مشارف زبيد، ما هي مسارات المعركة؟ طبعا بالنسبة لمعركة زبيد الآن نحن نعلم أن القوات بدأت تتقدم شرقا وشمال شرق مديرية تحيثة. نعم. ووصلت إلى مشارف مدينة زبيد.
الآن ما يجب أن نحذر منه من اقتحام مدينة جديد أن تلك العناصر الإجرامية الآن بدأت تتمترس في المدينة التاريخية، وهم يعلمون أن جديد أصبحت مدرجة ضمن المدن التاريخية عالميا. نعم. ولذلك سيعملون على تدمير المدينة التاريخية من أجل مناجاة منظمة اليونسكو والأمم المتحدة، أن هناك عملية تدمير من قبل القوات التي تتقدم لتحرير المدينة، وهم من سيقومون بعملية قصف تلك المدينة أو تفخيخها أو تلغيمها. ولذلك يجب علينا هنا أن نبلغ الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن هذه العناصر الإجرامية الآن تعمل على تدمير المدينة التاريخية مسبقا، وأن القوات التي ستتقدم لتحرير المدينة لن تكون هناك لها أي أضرار غير تحرير المواطنين وغير إيصال الإغاثة وغير تأمين الخطوط الإغاثية. وهذا ما يجب علينا أن نقوم بالإبلاغ عنهم مسبقا، لأننا لدينا معلومات هامة أن هناك عمليات إجرامية ستقوم بها تلك الميليشيات بتدمير المدينة التاريخية. نعم، هناك فرار لمقاتليهم ومصادرة أسلحتهم بالحديدة وغارات للتحالف في صعدة، فماذا تبقى للجماعة للانتحار عليه وكذلك الزجب المغرر بهم بمعركة شبه محسومة؟ هم الآن لم يعد لديهم شيء يراهنون عليه غير يعني صمود أو غير بقاء المبعوث الأممي هنا وهناك للمحافظة على بقائهم أو لعملية ابتزاز دول التحالف من خلال بقاء تلك الجماعة الإجرامية. وأنا أعتقد أنه الآن المراهنة على معركة خاسرة. نحن نعلم في كل المعارك الحربية سواء النظامية أو غيرها، عندما تتساقط قواهم يتم بموجبها سقوط بقية المواقع التابعة لها. هؤلاء لا يريدون أن يبقوا شيئا سليما في اليمن، يريدون تدمير كل شيء، ولذلك ينتحرون هنا وينتحرون هناك ويحاولون تدمير كل شيء جميل، ويحاولون أيضا التغرير بالبسطاء وبمن قطعت رواتبهم بإغراءات مالية وهنا وهناك من أجل استمرار دمار الوطن، من أجل استمرار القتل. يا عزيزتي، ماذا تتوقعين من أشخاص يعتقدون أن قائدهم هو اليماني الممهد لظهور المهدي، وأن كثر القتل وكثر الدماء سيؤدي إلى ظهور المهدي؟ هذه هي رؤيتهم، فماذا تتوقعين؟ هم الآن يتلذذون في إراقة الدماء، يتلذذون في إسالة الدماء، وكلما زاد القتل كلما أدى ذلك إلى ظهور المهدي الذي ينتظرونه، والذي يعتقدون أن اليماني هو عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يمهد لظهور هذا اليماني. فهؤلاء لديهم معتقدات وإيمان عميق بأن كل ما يقومون به من دمار وتخريب هذا هو المطلوب لظهور المهدي الذي ينتظرونه. نعم، أعود هنا للأستاذ وليد. أيضا ما طرحته من سؤال على سيادة العميد، الفرار الجماعي لمقاتلين جماعة الميليشيات ومصادرة أسلحتهم تمت في الحديدة، الآن غارات مكثفة أيضا على مراكزهم ومواقعهم، ما المتبقى لدى الجماعة للاستمرار في انتحاراتها في معارك عبثية؟ نعم، الحكومة أعلنت اليوم كما أعلنت سابقا أن خيار الحسم العسكري هو الوحيد المتاح لتحرير الحديدة، بعد أن أثبتت ميليشيا الحوثي أنها لا تريد السلام ولا تريد ترك المدينة إلا على بأكوام من الجثث. والحقيقة أن هذا الموقف لدى الميليشيات يستند إلى تطمينات وتفاهمات مع دول إقليمية مثل إيران وحزب الله وغيرها، ودول حتى في الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الصراع في اليمن على في نظرة ملتبسة، فتنظر على أن تريد وقف الحرب بالوضع الحالي الذي فيه الحوثيين يسيطرون على مناطق تشبه البيئة الحاضنة أو يسعون إلى تكوين بيئة حاضنة. نعم. ومن خلال الاكثار من الضحايا والدماء هم يحاولون تجذير المعاناة اليمنيين من ناحية، ومن ناحية أخرى تعميق حالة الكراهية بينهم. هذا هو ما تريده ميليشيا الحوثي. والخيار الآن في الحديدة أن تترك المدينة في سلام وترحل
وأن وإلا فيستد من ذلك بالحسم العسكري. نعم، ما هي الخيارات المتاحة أمام الميليشيات بعد قطع خطوط الإمدادات عليهم بين ثلاث مديريات بالحديدة وكذلك تقدم العمل باتجاه زبيد؟ هو يا إما الانتحار أو الاستسلام، ليس أمامهم سبيل آخر. حتى لو تمت رسوف القلاع التاريخية فالأمر ليس منه بد. يعني هل نتركهم على الأرض أم ماذا؟ هنا مهمة الأمم المتحدة واليونسكو الضغط عليهم لإخلاء هذه المدينة، أو الاستسلام أو أن ينتحرون على أسوارها. نعم، كيف تفسر تزايد وتيرة الانتهاكات الحوثية من حملات الآن تجنيد وإجبارية للأطفال وكذلك ما حصل اليوم في محافظة إب من هجوم على مناطق وكذلك قرى للزج بأبنائهم في المحارق؟ هي الميليشيا الآن أصبحت على مشارف الانهيار كما أخبرتك، وهي لا تبالي، بالعكس أنها تريد الإكثار من الدماء لتعميق والإبقاء على صورتها ماثلة في الأذهان. فعندما تضع المقابر في كل منطقة إنما هي تضع طابعها السياسي على المقبرة، وبالتالي تترك رسالة أن المنطقة هذه خاضعة لنفوذها الثقافي قبل السياسي. نعم، سيادة العميد، كيف تقرأ الفرار لمجاميع ميليشيا الحوثي الإرهابية من جبهة الجوف خصوصا واستنفار أمني لملاحقتهم بصنعاء؟ أصدرت الجماعة تعميما لها بالنقاط العسكرية ومراكزها الأمنية بتتبع الفارين وإلقاء القبض عليهم. طبعا بالنسبة لفرود جماعاتهم هم الآن يفرون من جميع الجبهات، ليس فقط في الجوف، يفرون من الساحل، يفرون في المواجهات في بلغاء، يفرون من كل الجبهات، لأنهم وصلوا الآن لم يعد لديهم يعني العنصر العقائدي الذي كانوا يرتكزون عليه في المعارك. نعم، العناصر العقائدية أغلبها الآن تم تحقيقها في أغلب الجبهات، لم يتبقى لديهم إلا المغرر بهم أو الذين تم شراء ولاءاتهم من العناصر الذين يقومون بشرائهم عبر المشايخ أو عبر مراكز النفوذ، ولذلك تجد مثل هؤلاء لا يجدون أي قضية يقاتلون عليها، ولذلك يفرون من أول مواجهات، يهربون هنا وهناك. وأعتقد أن الآن شعروا أيضا أن تلك الجماعات لا تريد لهم إلا الموت، يعني يرون أمامهم الهزائم تلو الهزائم وهم يصرون على الدفع بهم نحو المحارق، ولذلك وصلوا إلى قناعة أنهم يجب عليهم ترك تلك الجماعات لأنهم لم يجدوا منها أي نتائج غير القتل أو الموت. يعني في كل الأحوال إن لم تقتل في هذه الجبهة يقومون بنقلك إلى جبهة أخرى لكي تأجرون بدمائك، وهذه وصلت إليها تلك العناصر التي تقاتل بجانبهم. لم يتبقى معهم إلا عناصر قليلة من العناصر العقائدية والتي يدفعون بها في المعارك الهامة مثل جبهات الساحل، وأعتقد أنهم أصبحوا هناك محرقة وانتهت أغلب القيادات التي يتم الزج بها في تلك المعارك. يعني بمعنى أننا الآن نحن قادمون على تفكك كبير لهم في أغلب الجبهات بانضمامات كبيرة من جميع العناصر التي حاولت الفرار أو التي حاولت تسليم نفسها في جبهة الساحل وغيره، وجدنا العديد منهم الآن يتنصلون عن تلك الجماعة. وفي القريب العاجل أنا أعتقد عندما نصل إلى أي منطقة محررة نتفاجأ بالأعداد الهائلة من المنضمين، نتفاجأ أن هناك ضغوط كبيرة كانت تمارس ضد تلك القوى أو المواطنين أو الساكنين. ولذلك أول ما تصل قوى التحالف أو القوات الشرعية نجد الانضمام بشكل كبير جدا، وأن هناك لا يوجد لديهم أي حارة شعبي، لم يستطيعوا حكم تلك المناطق إلا بالحديد والنار، وهذا نتيجة حتمية سيكون هناك بالأخير انتفاضة شعبية في كل المناطق عندما يترنح الحوثي وجماعته في كل الجبهات. نعم، مع الانضمامات الجديدة للمنضمين إلى القوات المشتركة، هل تغيرت مسارات المعركة سواء في الحديدة أو في غيرها من الجبهات، خصوصا مع تغيير تعدد الجبهات في المعركة؟ نعم، أنا تحدثت في أعتقد في لقاءات سابقة وقلت يجب 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 ربط كل الجبهات. نعم. يجب على قيادة الحوثي أن تعي جيدا أن صمودها في الحديدة سيؤدي إلى سقوطها في بقية الجبهات،
عند ربط الجبهات سيكون هذا هو الناسج النهائي للمعركات. سيقمد في معركة اليوم يعتمد على سحب مقاتلين من جبهة إلى أخرى، ولذلك عند صموده في جبهة الحديدة سيكون تأثير سلبي على بقية الجبهات مما سيؤدي إلى سقوطها. هنا يجب علينا أن نقوم بربط الجبهات، يجب علينا أن تتحرك التوقيت وتلتهب الجبهات في توقيت واحد، وهذا سيؤدي إلى انهيار كلي لكل تلك الجبهات وفي زمان وتوقيت واحد أيضا. نعم، العميد الركن جميل المعمري المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك. أستاذ وليد، ما هي الآن المسارات المتواجدة أمام القوات المشتركة لحسم المعركة سواء في الحديدة أو التقدم لجبهة تعز بنظرك؟ الأسلوب الذي لجأت إليه قوة التحالف مؤخرا أسلوب يستحق أن نشيد به، فقطع خطوط الإمداد بين المدن والقرى التي سيطر عليها الحوثيين يخلق حالة من الفوضى في صفوفهم أولا، وثانيا يحرمهم من كل سبل الإمداد والتموين، مما سيدفعهم بالتالي إلى التسليم وتجنيب هذه المناطق خطر الدمار الذي يريده الحوثيون بحفرهم للخنادق في تلك المدن. وهذا الأسلوب سيتبع بشكل مكثف في بقية المناطق أعتقد، نعم، سواء من خلال العمليات التي ستتم في محافظة تعز أو الجارية الآن في الجوف وفي نهم وغيرها من المناطق. نعم، الصحفي وليد المشيرعي شكرا جزيلا لك، وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.